مساكم الله بالخير وعساكم على القوة. حيا الله كل المستمعين اللي كانوا معانا من بداية مشوار تبابة ألف واللي أيضا انضمونا في هذه اللحظات. أنا مينا العبدالله، جد تواصلي معكم في ساعتنا الثانية، وموضوعنا في هذه الساعة رح يكون عن علاقة أنماط الشخصية بقيادة السيارات. فكل اللي حين بيسمعونا في يعني في الشارع اللي بيسوقون سياراتهم حابين يتعرفون على شخصيتهم من خلال طريقتهم لقيادة السيارة، اللي حابين يتصلون معنا من مشتركين الـ STC 84-7700 ومشتركي موبايلي 640-660 وزين 746262. أيضا بإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا بشكل مباشر على الرقم 70574999. حول موضوع علاقة أنماط الشخصية في قيادة السيارات رح يكون معايا اليوم استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد. مساك الله بالخير دكتور محمد. مساك الله بالخير ومساء الخير على المستمعين جميعا. هل فعلا يعني احنا تكلمنا عن شخصيات كثيرة، تكلمنا عن شخصية الانطوائية التجنبية المزاجية والشكاكة والمرتابة مثل ما سميناها، لكن هل حقيقي فعلا دكتور محمد في علاقة بين أنماط الشخصية وطريقة قيادة السيارة؟ هو طبعا في علاقة بين أنماط الشخصية وقيادة السيارة. طبعا احنا نتكلم عن قيادة السيارة، عادة قيادة السيارة تشكل جزء من التركيبة الحضارية لأي مجتمع وجزء من فكر وثقافة ووعي هذا المجتمع. للأسف احنا نلاحظ في غالبية الدول العربية، ليس جميعها، في غالبية الدول العربية أنماط القيادة عندنا أنماط فيها كثير من الخروج عن القانون، وفيها كثير من أحيانا كسر القوانين والتعدي على حقوق الآخر من خلال القيادة في داخل الخطوط، سواء السريعة والخطوط داخل المدينة. طبعا هذا المسبب الرئيسي له هو وجود أنماط للشخصية، لكن ليس هذا هو السبب الرئيسي، إنما السبب الأهم هو ضعف القوانين الموضوعة حول معاقبة المسيء في حول مواضيع سوء القيادة والتعدي على القوانين، قوانين المرور اللي المفروض أنها تكون موجودة واللي المفروض أنها تنظم حركة السير داخل المدينة أو خارج المدينة. طبعا إحنا بنلاحظ أشياء كثير على المستوى النفسي من خلال، يعني أي إنسان يود أن يقرأ مجتمع من المجتمعات أو أن يحلل شخصية هذا المجتمع أو أن يعرف انعكاسات معينة عن ثقافة ووعي هذا المجتمع، أسهل طريقة هي أن نرى هذا المجتمع في الميدان كيف طريقة قيادة السيارة. طبعا للأسف طريقة قيادة السيارة عندنا تعكس كثير من الأنماط السيئة في السلوك وفي الشخصية وفي التعامل بصفة عامة. طبعا من الأنماط الشائعة عندنا في قيادة السيارة هو عدم احترام القوانين والأنظمة، أنظمة السير، أنظمة المرور، في مبالغة في عدم احترامها حقيقة من كثير من قائدي السيارات. اللي نقدر نلاحظه من هذا من الناحية النفسية أنه في بعض الشخصيات عندها نوع من كسر القوانين والقيادة المتهورة، التعدي على حق الآخر في الخط نفسه أثناء القيادة. عملية التعديات هذه تدخل من ضمن، أو كسر القوانين تدخل من ضمن الشخصيات السيكوباتية اللي يمكن ما تكلمنا عنها. الشخصية السيكوباتية عادة تميل إلى كسر القوانين وإلى التحدي وإلى عدم مراجعة النفس وعدم الإحساس بالشعور بالذنب. عملية كسر القوانين عملية تعتبر عملية تقريبا متكررة في حياة هذا الشخص السيكوباتي. لا يخلو أي مجتمع من وجود الشخصية السيكوباتية. مثل هذه الأنماط نجدها متكررة أثناء قيادة السيارة في كثير من يقود السيارات بطريقة فيها نوع من التهور أو فيها نوع من كسر القوانين، مثل أنه يقطع إشارة مثلا. أو طب اللي يقطع إشارة مثلا هذا إيش شخصيته بيكون؟ غالبا شخصية ما بتلتزم بالقوانين. الشخصية السيكوباتية عادة هي شخصية لا تلتزم بالقوانين ولا تحسب حساب العواقب، لكن قد يكون أيضا الشخصية المزاجية اللي نسميها الشخصية المندفعة، فيها نوع من الاندفاع وعدم ضبط العواقب أو دراسة عواقب أي عمل يقوم فيه، فبتلاقيه ممكن يقطع الإشارة بسبب أنه مستعجل أو بسبب أنه عنده ظرف معين. ممكن مع حالة دكتور محمد، يعني لا، هذه الحالات نادرة، يعني إذا كان في حالة ما يندرجون تحت الشخصية. نعم، إذا كان يوجد ظرف طارئ، لكن حتى لو وجد ظرف طارئ على فكرة، يعني حتى الإنسان اللي عنده ظرف طارئ لا ينبغي له أنه يقطع الإشارة
الإشارة بطريقة اعتباطية ممكن تؤدي إلى وفاة الشخص اللي كان يحاول أن ينقذه لو كانت العملية عملية طبية يعني، وهذا سبب الاستعجال. لكن في عدم انضباط، في عدم انضباط، في نوع من الاندفاع، في تهور في القيادة، عدم التقيد بالأنظمة، هذه كلها تندرج تحت الشخصية السيكوباتية. نعم، هذا يعني اللي عفوا اللي بيقطعون الإشارة الحمراء حتى لو السفرة، يعني ساعات بتكون سفرة يقول لك لا خليني أقطع، يعني لا هذه ما تندرج تحتها، لكن هذه تعكس مدى ثقافة المجتمع. للأسف نحن مجتمع علاقتنا بالنظام وبالأنظمة في خلل شوية، يعني عارف الناس عندنا ما تحب تلتزم بالنظام. يعني لاحظ الكلام هذا مو بس في قيادة السيارة، يعني قضية السرة، إني أمسك سرة، هذه عندنا فيها مشكلة كبيرة جدا. السرة هذا أي ما أدري، يعني في بعض الجهات استطاعت أن تنظم الموضوع ده، يعني مثلا البنوك زمان كان الواحد يعاني في قضية السرة، بعد ما طلعوا موضوع الأرقام وموضوع التقيد بالسرة من خلال آلية معينة انضبطت الأمور. وهنا يعني نوجه اللوم للإدارة العامة للمرور حقيقة، لأنها ما بتضبط الأمور. يعني في كثير من المشاكسين، يعني إدارة المرور عادة بتراقب قضايا السرعة والحوادث وتقتصر على هذه الأمور، لكن مثلا نجد أمام إشارة أي إشارة من إشارات المرور كثير من الناس المخالفين اللي بيتعدى الخطوط اللي المفروض ما يتعداها، أو اللي بيكون كنت أسألك أنا هذا حركت عليه دكتور محمد. يا سهلي. يعني أنا كنت أبدأ بالإشارة الحمراء، اللي بيقطعون إشارة حمراء أو عفوا ما بيحبون يوقفون في الإشارة الصفراء بعدين بيقطعونها، نفس الحكاية. هذه شخصياتهم مندفعة أو سيكوباتية. نعم. طيب اللي لما يجيك شخص ما بيحب يوقف على الخط الأصفر، نعم، يعني بتلاقي ناس واقفين يعني متعدين، وفي ناس لا منضبطين يعني مخلين فيه مساحة، وفي ناس بيجولك من وراء وتحس بيوقفون لك قدام. هذه الأنانية، هذا اللي بيجي من ورا ويقف قدام، هذا أنا شخصية. نعم، شخصية أول شيء غير منضبطة. في عندنا الشخصيات الانضباطية، هذولي أكثر الناس اللي بيحاول يلتزم بالنظام، نلاقيه عند الخط الأصفر اللي أمام الإشارة يلتزم إنه ما يتعدى، يترك مجال للمشاة. في نوع من الانضباط. الشخصيات الانضباطية عادة اللي كان في يوم من الأيام لامنا إننا ذكرنا عيوبها، الآن نذكر محاسنها حقيقة. من محاسن الشخصيات الانضباطية إنها تنضبط في الالتزام بالقوانين وأنظمة السير وكل الأنظمة بصفة عامة. فهذول قيادتهم عادة تكون قيادة قريبة للمثالية، اللي هم الشخصيات الانضباطية. لكن يأتي شخص مثلا يعاني من أنانية مفرطة، يعتقد أنه هو الشخص الوحيد اللي المفروض يكون في مقدمة السرة اللي موجودة أمام الإشارة، يترك جميع اللي لهم الأولوية واللي كانوا سابقين له في الوقوف، ويأتي من خلف الصفوف كلها ويتقدم في الأمام. هذا الشخصية قد يكون شخصية غير مبالية بالأنظمة، وقد يكون شخصية فيه شيء من النرجسية أيضا. الناس النرجسية دائما تحب تكون في المقدمة، ويسعى أنهم دائما يكونوا يستخدموا النفوذ والسيطرة، ويعتقد أنه لما يكون هو في مقدمة الصف انه هذا نوع يغذي ذاته من الداخل، ويغذي احساسه بالعظمه، انه انا انسان المفروض دائما اكون في المقدمه ما اكون في الخلف. نعم. أوكي. يعني هذا يعتبر نرجسي، ففي شيء من النرجسيه طبعا. احنا لما نذكر هذه الامور نذكر سمات قد تكون موجوده لدى بعض الاشخاص، لا يعني اضطراب كامل في الشخصيه، ولكن هذا التفسير النفسي لبعض المخالفات في عمليه قياده السياره، وفي عمليه المخالفات اللي بتحصل في عمليه السير وانظمه السير والتعدي عليها بشكل مستمر. نعم. طيب في بعد دكتور محمد، يعني ساعات بتلاقي مثلا انت الحين واقف بالصف، بتلاقي اشخاص بتلاقيه رايح يمين رايح يسار رايح يمين رايح يسار، ما بتلاقيه واقف بخط معين، يعني مو بقادر انه يوقف في الصف، بيتجاوز السيارات لين ما يقدر انه يوصل لقدام. هذه شخصيته بتكون شنو، مندفعه ولا لا؟ هذا النوع من الشخصيات بيكون الشخصية اللي ما تستطيع أنها تتخذ قرار، يعني الشخصية المترددة والمهزوزة، لأنه عادة الإنسان اللي ما يتجه في اتجاه واحد ويحاول أن يبحث عن طرق أو مخارج أخرى بنلاقي عنده مشكلة حتى في اتخاذ القرار، لأنه طريقته في اتخاذ القرار بتكون غير سليمة، ودائما يبحث عن المخارج الأسهل، ويحاول أنه يبحث في طريقة القيادة عن الطريقة اللي توصله بأسهل الطرق بغض النظر عن حق الآخر. طبعا المشكلة الكبيرة اللي نعاني منها إحنا في ثقافة ووعي السائقين في عملية قيادة السيارة،
هي مشكلة لها علاقة بثقافة المجتمع ككل، لأنه عملية التعدي على الآخر وعملية الأنانية المفرطة وعملية أنه ما أعمل اعتبار لأنظمة وقوانين السير، هذه كلها تعكس ثقافة سيئة للمجتمع في هذا الجانب. ناهيك عن أنه عندنا المجتمع إحنا في ناحية أخرى أيضا اللي هي يعني إذا بدأت الإساءة من شخص نجد أنه تتسلسل الإساءات من الآخرين حتى اللي كانوا منضبطين، لأنه يشجعوا بعضهم على أنه يعملوا الغلط ويمارسوا الغلط. اللي هو يعني لا مؤاخذة نظام نسميه الانسياق في اتجاه، مجرد ما شخص مثلا يوجهنا في اتجاه معين نجد الجميع كلنا نخالف ونأتي في نفس السياق هذا، رغم أنه قد يكون بعض المخالفين لا يود أن يخالف لكنه مع الخير. يا شكرا. نعم، رح نشوف أول مداخلة معنا اليوم. ألو 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 ألو. طيب شكل الاتصال انقطع. يعني أنا أبغى مستمعينا يبدون تشاركون معانا، نبغى نعرف من طريقة سواقتكم للسيارات أو قيادتكم للسيارات اللي حابين يتعرفون على شخصياتهم. عليكم أنكم تتصلون علينا أو تشاركون معانا بشكل مباشر على الرقم 705-749-970-5-749-9 أو إذا كنتوا حابين يعني ترسلون مسج تقولون عن طريقة قيادتكم للسيارة عبر الاسم اس مشتركي الاستيسي 84770 وموبايلي 640660 وزين 746262. رح ناخذ ايضا مشاركه جديده. الو 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 الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك اخوي. الله يحييك استاذ امينه. يا هلا فيك، الاسم الكريم. انا ابو باسل لو سمحت. ابو باسل من وين ابو باسل؟ نعم. من مكة. من مكة، تفضل. أنا بالنسبة لي أي شخص ممكن لو الزوجة الزوجة الثانية أعتبر أناني. لو أي شخص إيش؟ لو حاب الزوجة الزوجة الثانية. أي. أعتبر أناني. لا هو يعتمد، هو بس هذا خارج إطار موضوع الحلقة لكني جاوبك عليه. يعني يعتمد على حسب الظروف المحيطة، يعني هل في ما قالها ولا ما قالها بتزوج. ويعتمد هل هنالك ما يوجب أنه يتزوج من زوجة أخرى، لأنه عملية الزواج من زوجة أخرى ما هي عملية يعني حق مفتوح للجميع، يعني هي لها ضوابط شرعية حتى، وهذا يجاوبوك عليه رجال الدين أفضل يعني. لكن أنا أرى من وجهة نظري أنا الشخصية الخاصة أنه الموضوع يعني لابد أن يكون في مسوغ للإقدام على أنه الواحد يرتبط بزوجة أخرى، لأنه من حق الزوجة الأولى أنها تتمتع بحياتها الطبيعية مع زوجها، إلا إذا كان في ظروف خارجة عن إرادة الإنسان ممكن الإنسان يبحث عن زوجة أخرى. نعم. رح نأخذ مشاركة جديدة أيضا. ألو 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 ألو. نبي نعرف شلون تسوقون السيارات عشان نعرف نقدر نحلل شخصيتكم. طيب في عندي سؤال دكتور محمد. أي. يعني مثلا في فرنسا الـ زي ما يسمونه الدركسون مكانه غير. لا مو في فرنسا، في بريطانيا. في بريطانيا، في بريطانيا وفي الهند. وفي الهند. وماليزيا كمان. طيب مكان الدركسون باليمين. هنا شخصياتهم حتكون نفس. لا هذا ما له علاقة بالشخصية، هذا لأنه طبعا هم نمط القيادة عندهم أو نظام القيادة عندهم بهذه الطريقة، فهم حتى الدماغ لديهم متكيف على طريقة القيادة بهذه الطريقة. وأي إنسان يولف على هذا النمط أعتقد ما حيجد أي صعوبة في التأقلم مع هذا النوع من القيادة. في عندنا نوع من الشخصيات يا أمين اللي هي الشخصية العدوانية السلبية. نعم، حنتكلم عنها. نتكلم عنها بعد الاتصال. طيب راح الاتصال معنا أيضا للأسف. يلا تفضل دكتور محمد. الشخصية العدوانية السلبية هذه شخصية لديها عدوانية، ولكن عدوانيتها ما تقدمها بطريقة مباشرة، بمعنى أنه لا يعتدي على الآخر لكن يطلع عيون الآخر بطريقة غير مباشرة، هذه نسميها العدوانية السلبية. هذه كثير النمط موجود أثناء القيادة، يعني لو واحد انزعج من شخص آخر من مركبة أخرى سيارة ثانية أزعجته. طيب. فممكن أنه يبدأ يؤذيه بطريقة غير يعني فيها عدوانية سلبية، بحيث أنه يبدأ يمشي على مهل مثلا في مكان، يبدأ يضايقه بطريقة معينة، يبدأ ما يفسح له المجال، يعطيه إشارة يبغى يلف. إجاكرة يعني. نعم، نوع من المجاكرة، هذه نوع من العدوانية السلبية اللي بيكون فيها ما يحتك فيه مباشرة لكن يؤخره، ممكن عند إشارة مثلا الإشارة تولع خضراء يوقف بعض الوقت، نوع من العناد. هذه كثير تصير. الله دكتور تحصل كثير هذه الشخصية العدوانية السلبية قدامه بالعند يعني، أو يعاند أو
أو يؤخر، يعني يسعى قدر الإمكان إلى أنه يرفع ضغط الشخص اللي في الخلف، رغم أنه الشخص اللي في الخلف يكون له الحق في أنه يأخذ حقه في طريق السير. فهذه العدوانية السلبية من الشخصيات الشائعة في المجتمع حقيقة، الناس اللي بتطلع حقها بطريقة غير مباشرة، يعني يكون في نوع من الاعتداء، هذا تعتبر عدوانية. في ناس يعتقد أنه هذه ليست عدوانية، هذه عدوانية لكنها ليست عدوانية نشطة أو موجبة، إنما عدوانية ساربة، بحيث أنه ينفس أو يفرغ هذه العدوانية بطريقة تخلي الشخص المقابل في الطرف الآخر في حالة توتر وهيجان شديد، وهو ما عمل له إلا أمور يعني ما يقدر يمسك عليه شيء. يعني مجرد عملية تأخير أو عملية أنه بطء في عملية سير السيارة، يمشي على مهله عشان يضايقه، إذا طلب منه بإشارة أنه يلف ما يعطيله المجال، ما يفسح له المجال. وهذه شائعة جدا عندنا، يعني سبحان الله، إحنا مجرد ما الواحد يولع إشارة، المتعارف عليه في أنظمة القيادة أنه الإنسان اللي يولع إشارة له الحق أنه يدخل في المسار اللي يود أنه يدخل عنده أو يدخل فيه. عندنا مجرد ما واحد يولع إشارة، تجي الشخص الآخر بدأ يزيد في سرعة السيارة عشان يمنع هذا الشخص من أنه يدخل في المسار الآخر، وهذا نوع من العدوانية السلبية وشائع كثير في مجتمعنا. نعم، رح نأخذ مشاركة. ألو. ألو، السلام عليكم. يا هلا. يا هلا، وعليكم السلام. تبارك الله. أمينة. الحمد لله. تمام. ممكن فايز العنزي من رفحة. يا هلا أخوي فايز، كيف حالك؟ عساك طيب. الله يعافيك ويسلمك. كيف حالك؟ والله الحمد لله، حالي سرك إن شاء الله. تفضل أخوي فايز، أنت شلون سواقتك بالأول؟ نعم، شلون سواقتك؟ لا، أنت سواقتك بالسيارة شلون؟ سواقتي بالسيارة والله ما أقدر أصف نفسي، الواحد ما يشوف عيوب نفسه يعني. أنا أشوف نفسي إيجابي، لكن في موقف صار لي أنه أنا كنت عند الإشارة وجاني واحد وصار بالعرض قدامي والإشارة لسه حمراء، وأنا أعطيه ضغطة البوق السيارة ويمشي على طول، والإشارة ما قد أصلا فتحت خضراء. قطع الإشارة، جت المخالفة علي أنا. كانت في دورية على اليمين صارطة، إنه سمع صوت البوق اللي ضغط، وهو ما درى عنه ولا شيء. يعني ما أدري وش هذا، موقف طريف ومخالفة ما تستحق يعني. أي هي مخالفة ما تستحق، لكن هو يفترض يعني في طريقة القيادة، يعني معروف على يعني في كل دول العالم عملية استخدام البوري أو البوق زي ما تفضلت، المفروض أنه ما أحد يستخدمها بشكل متكرر. لكن طبعا المخالفة ما أعتقد أنك أنت تستحق المخالفة، لأنه هو ذنبه على جنبه، لأنه هو أساسا أنا ما استخدمتها وقطع كلامك، ما استخدمتها على أساس أنه لأنه هو وقف غلط، هو وقف غلط يعني، هو اللي واقف غلط جاي من بين الناس كلها، ما أخذ المسار الأيمن، هذا شخص نرجسي. ايش تتوقع تفسيرك لشخصية مثل هؤلاء الأشخاص؟ يعني الشخص اللي يترك الناس ماسكة سيارة وجاية من قبل وواقفة في الأول، ويجي هو متأخر جدا ويجي في الأول، ايش تحليلك لشخصيته؟ ايش تعتقد؟ تحليلي يعني ممكن سن مراهقة، ممكن نعم صح. ما أدري يعني بالضبط، ممكن الواحد لما يشوف زحمة سيارات بيسوي نفسه يعني صاحب، يسوي نفسه ايش؟ للأسف انقطع قطع الخط. نعم. أي هذا ضرب من ضروب الأنانية زي ما ذكرنا، وأحيانا يكون فعلا شخص قد يكون مراهق أو في حالة من حالات الأنانية والنرجسية، أنه يود أن يكون في المقدمة دائما، فهذه الأخطاء من الأخطاء الشائعة اللي بتحصل عندنا. لكن إحنا نأمل من إدارة الإدارة العامة للمرور أنها تسن بعض القوانين لمجازات ومعاقبة الناس اللي بتجاوزوا هذه الخطوط الحمراء أثناء القيادة، لأنه يعني نتمنى أن نصل بمستوى القيادة عندنا في مجتمعنا إلى مستوى الوعي اللي يعكس مستوى ثقافة هذا المجتمع. نعم. اللي هي ثقافة يفترض أنها تكون أفضل مما هو حاصل الآن في عملية القيادة اللي بتعكس أشياء سيئة جدا. نعم. بناخذ أيضا مشاركة جديدة. ألو. 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 طيب، أحب هم أسألك سؤال دكتور محمد. نعم. يعني في ناس بيحبون السرعة وفي ناس لا يحبون أنهم يمشون يعني بركادة أو بشويش، هذه بعد لها علاقة بنمط شخصيتنا؟ أي طبعا لها علاقة. طبعا عادة الإنسان اللي بيسرع يعتمد، إذا كان بيسرع في مكان مسموح فيه السرعة طيب. في حدود معينة،
وفي حدود القانون هذا إنسان عادي ما في أي مشكلة. لكن اللي بيتجاوز طبعا هذا نسميه reckless driving أو اللي هي القيادة المتهورة. القيادة المتهورة ممكن تكون في أنواع كثير من الشخصيات وفي أمراض أحيانا ليس فقط في اضطرابات الشخصية. يعني من أنواع الشخصيات قلنا السيكوباتية ذكرناها، الشخصية المندفعة أو المزاجية، هذه الشخصيات من الشخصيات اللي يكثر فيها عملية مخالفة قوانين السير. لكن من الأمراض أيضا عندنا بعض الأمراض مثل المرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، لما يكون المريض في حالة الهوس أو في حالة الزهو تكون عنده الطاقة عالية جدا وتقييم الأمور ما يكون تقييم سليم، ويكون عنده نوع من الاندفاع. الاندفاع لا يكون فقط بس في قيادة السيارة، إنما حتى في صرف المال، في التعامل مع الآخرين، عملية رفع الصوت، عملية المزاج العالي، بيكون منشرح الصدر جدا أو عصبي جدا. هذه حالات الهوس ممكن أيضا لو كان مريض مصاب بهذا الأمر ولم يدخل للمستشفى أو لم يتناول الأدوية ممكن أنه يبدأ يتهور في عملية القيادة ويمارس القيادة المتهورة ويسوق يقود السيارة بطريقة مخالفة للقوانين وبسرعة جنونية أحيانا. بالنسبة للبطء طبعا أحيانا في عندنا الشخصية الانطوائية، الشخصية الانطوائية تحب الروقان أكثر من اللازم، يميل للهدوء المبالغ فيه واللي نسميه البرود أحيانا، في نوع من البرود، فتلاقي ممكن خط سريع مثلا وفي المسار الأيسر وعايش عالمه هو لوحده ماشي على أقل من مهله معطل خلق الله وراه. هذه الشخصيات الانطوائية أحيانا واللي فيها نوع من البرود والتجنبية كذلك أحيانا ممكن يصدر منها مثل هذه المواقف أثناء القيادة. رح ناخذ مداخلة جديدة. عبد الله. طب عبد الله ما يسمع، رح نضطر نطلع الفاصل صلاة الظهر حسب التوقيت محل مدينة مكة المكرمة، وبعد الفاصل نعود مع مداخلاتكم الهاتفية ومع مسجاتكم اللي رح نتعرف من خلالها على أنماط شخصياتكم من خلال طبعا قيادتكم للسيارات. عودة من جديد مستمعينا الكرام، أسعد الله مساكم وكل أوقاتكم مع طبابة ألف، وموضوعنا لليوم عن أنماط الشخصية من خلال قيادة السيارات. إذا كنت حابين تعرفون على النوع شخصيتكم من خلال قيادتكم للسيارة، ما عليكم إلا أنكم ترسلونا شلون أنتم بتسوقون السيارة عبر طبعا من خلال المسج اللي حابين تشاركوا معنا من مشتركين الـ STC 847700 ومشتركين موبايلي 640660 وزين 746262. وكل اللي حابين تشاركون معنا بشكل مباشر رح يكون على الرقم 705-7499 705-7499. رح يكون معكم الاستشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد. أسعد الله مساك مرة ثانية دكتور محمد. يا هلا، يسعد مسائك والمستمعين جميعا. دكتور محمد، على بال ما زميلة ابتسام ولا يلا جاهز الاتصال، رح ناخذ أبو وديع من جدة. أبو وديع. أي نعم. يا هلا فيك، حياك، تفضل. أنا سؤالي للأستاذ الدكتور إنه نعم أنا أتفق معك مع الشخصيات النمطية، هذا في وجود الشوارع اللي هي مريحة، لكن أنا يعني في جدة بالذات يعني التوتر أصاب غصبا عني، لأنه كل مرة أتفادى الحفر وأتفادى المطبات ألاقي كل مرة حفرة جديدة ومطب جديد. إذا يعني أرجو إلقاء الضوء على هذا الجانب كذلك، لأنه بصراحة يوترونا من خلال الحفريات ومن خلال إقفال الشوارع ومن خلال تفادي هذه الحفريات، وبعدين يعني والحل صحيح. عموما أنا جدا شكرت لك دكتور خالد، معنا كان مداخلة الدكتور خالد الحاذق. أنا جدا بس إن شاء الله رب التوتر هذا يروح، يعني يسمعونك ويسمعون الدكتور حمد الحامد وينتبهون للشغلات هذه إن شاء الله. يعني أنا أرجو كمان كذلك توجيه يعني للأمانة إنه والله كمان يعني عشان نحسن القيادة كمان يحسنون الشوارع. والله هذه مشكلة كبيرة يا دكتور خالد، يعني هذه مشكلة قد تكون أزلية، نخشى أنها تكون كذلك، يعني لأنه يعني ياما طرح في الصحف وياما طرح في برامج كثير متعددة تلقي الضوء على هذه الجوانب، قضية الحفريات المتكررة والحفر المتكرر والمطبات المتكررة
في مدينة زي مدينة جدة أو في كثير من مدننا حقيقة مو بس جدة، لكن جدة يعني هذه أصبحت ظاهرة لدرجة أنه بدأت ترفع درجة التوتر والغليان لدى كثير من اللي بيقودوا السيارات في الشوارع. الموضوع يرفع الضغط فعلا. صحيح. فيعني إضافة جيدة، وإحنا نلقي الضوء إن شاء الله على الجزئية هذه ونكرر يعني الحديث عنها بهدف أنه نتمنى من المسؤولين فعلا في أمانة بلدية جدة أنه يتحركوا شوية للتخفيف من مستوى المطبات الموجودة عندنا والحفر والحفريات اللي متكررة في الشوارع واللي يعني فعلا بترفع درجة التوتر لدى غالبية الناس. أشكركم جدا وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا على الموضوع. شكرا لك دكتور خالد. رح ناخذ مشاركة جديدة معنا. ماهر من أرض طيبة الطيبة من المدينة المنورة. السلام عليكم. يا هلا حياك أخوي ماهر، أسعد الله مساك. السلام أسعد الله مساك. مساك إن شاء الله يا رب. شلونك؟ عساك طيب. والله الحمد لله. شو أخبارك أنت؟ والله الحمد لله إن شاء الله حالي سرك يا رب. ها الحمد لله. أول شيء طبعا أنا أشكرك على مثل هالموضوع صراحة، لأني والله من زمان صراحة كان ودي إني أتكلم بخصوص هالموضوع. أنا طبعا أول شيء أمسي على ضيفك الكريم. مساءك خير يا هلا وسهلا. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا سيدي. طبعا أنا حاب أسألك لأن أنا لحقت على بداية الحوار والموضوع إنه بخصوص السواقة والسواقة يعني شن النفسيات والسواقة. ما أدري أنا من النوع اللي يتنرفز من الأشخاص اللي قدامي بطريقة سواقتهم. إيش اللي يعني يا سيدي على سبيل المثال يجيك واحد مثلا حاط غماز يمين تحصل يلف يسار، واحد ثاني تحصل بوسط الشارع خفيف يمشي وسط الشارع، واحد ثالث الإشارة فاتح من اليوم ولا أخضر هو جالس ما مو داري مو مع الإشارة. أنا من نادي تنرفز هذا فما بالعكس يعني أعصب لأبعد حد وأقول يا ليتني شرطي يا ليتني عسكري. فما أدري أنت إيش تصنيفك لي صراحة. طيب نجاوبك يا أخ ماهر. هو يعني نشكرك على هذا الطرح الجيد فعلا. نعم. في بعض الأشخاص. شكرا أخوي ماهر. شكرا. نعم. شكرا. ممكن أنه يدي إشارة يمين ويلف في الجهة الثانية. يعني أنا أعتقد التكنولوجيا الحديثة وجود الموبايلات والناس انشغلت أنه أثناء القيادة بتلاقي الواحد بيستخدم الموبايل بشكل متكرر، وللأسف ما بنلاحظ أنه في أي مخالفات بتعطى للأشخاص اللي أثناء القيادة بيستخدموا الجوال. نعم بس دكتور محمد معلش في ناس بتلاقيهم باردين نعم. هذا جانب آخر. هذا الجانب اللي حنتكلم عنه الآن اللي هو الشخصية اللي فيها نوع من البرود، الانفعال البطيء، السرحان، أحيانا يكون عدم يعني تواجده في الجو المحيط. يعني هو موجود بيقود السيارة في شارع معين لكن هو فكره وسرحانه في مكان آخر، فبالتالي بيكون مشغول البال مشغول الذهن، فما يرعي أو ما يراعي قوانين المرور بشكل جيد أو طريقة قيادة السيارة لأنه عايش في عالمه الخاص. وهذا عادة الشخصيات الانطوائية والمنعزلة هي اللي بتكون عندها مثل هذا النوع من السرحان لأنه عايش في عالمه الخاص اللي يحتوي يمكن على كثير من أحلام اليقظة. بتلاقيه بيحلم في حلم معين فناسي السيارة وناسي اتجاهه هو رايح بأي اتجاه ويسبب نوع من الإزعاج للآخرين. رح أخذ من مسجات اللي وصلتنا من أحمد العبدلي بيقول أنا أحب أقطع الإشارة في بعض الأحيان. طبعا هذه سمة تعتبر سايكوباتية، يعني شخصية مضادة للمجتمع. أي شخص يكسر قوانين متعارف عليها وأعراف موجودة في المجتمع وقوانين معترف فيها من كل المجتمع ومسلم بها، أي أحد يحاول كسر هذه القوانين تعتبر هذه سمة من سمات الشخصية السيكوباتية المضادة للمجتمع، وهذا نوع سيء من الشخصيات حقيقة. لأنه يعني الشخصية الواعية والشخصية الحضارية والراقية هي اللي تسعى دائما إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين. يعني إحنا لو نروح يعني نقارن المجتمعات العربية مثلا بالمجتمعات الغربية في عملية قيادة السيارة وفي الالتزام بالأنظمة، ليس في قيادة السيارة فقط، الالتزام بالأنظمة في كل مكان يستوجب أنه يكون في نظام معين ينظم الجموع المتواجدة لدخول مكان معين أو للخروج من مكان معين. هذه عملية التنظيم في ثقافتنا فيها مشكلة حقيقة. إحنا ثقافتنا تعتمد على يعني خذ قد ما تقدر اللي يسبق هو الأول. يعني هذه ثقافة خلاص يعني بائدة وقديمة وانتهت. يفترض إننا في عصر فيه حضارة وفي رقي وفي قوانين ومجتمع يعني المفروض يكون واعي للقوانين ولتطبيق القوانين. إذا وصلنا لهذه الدرجة من الوعي أنا أعتقد أنه قيادة السيارة حتكون جيدة، ومن ثم الوعي الاجتماعي ككل في أماكن أخرى تستوجب تطبيق أنظمة وقوانين حيكون درجة الوعي أكثر نضج
من الوضع السيء اللي احنا فيه حاليا. نعم. ايضا من صديقنا الدائم محمد الجهني، سعد الله مساك اخوي محمد، وانا جدا سعيده اني شفت مسج حضرتك، لك يعني وقت لك فتره كذا غبت عنا. بيقول ارحب بضيفك الدكتور محمد، وحاب اسال هل نوع الشخصيه من خلال القياده يعتبر قياس على جميع تعاملاتنا في حياتنا اليوميه؟ لا، ليس قياسا، لكنه يعكس طبعا بدون أدنى شك، يعكس مستوى ثقافة هذا الشخص ووعيه ورقيه وحضارته وفهمه، لأنه عادة القيادة يعني هي بتعكس أخلاقيات هذا الشخص. يعني الإنسان اللي يقود باتزان واللي يلتزم بأنظمة السير وبالقوانين هذا إنسان متزن، لكن اللي يعمل عكس كده هذا بيعكس أنه شخصيته فيها خلل والتزامه بالقوانين فيه خلل، وسمات شخصيته فيها الكثير ربما من الخلل إذا كان لم يتقيد بهذه الأنظمة والقوانين. يعني على سبيل المثال الفضول، يعني بنلاحظ كثير في الخطوط السريعة أحيانا يحصل حادث بسيط أو مو حادث، أحيانا شخص ربما الكفر عنده مشكلة في الكفر وجنب عشان يعالج المشكلة هذه، نلاقي الخط السريع من أوله إلى آخره اكتظت السيارات وتجمعت السيارات بسبب أنه اللي موجودين حوالين منطقة الحدث هذا فيهم درجة من اللقافة، لا مؤاخذة في الكلمة، يعني فيه لقافة وفضول زايد عن اللزوم، يود أن يعرف تفاصيل كل ما يحدث فيتوقف عن السير ويعطل الناس اللي موجودين في خلفه. يعني هذه برضو يعني محتاجين أن نوعي الناس أنه إذا كان هناك أي حدث في خلال سيرك في خط سريع أو في خط حتى غير سريع ينبغي عدم التوقف، يعني إلا إذا كان أنت شخص بيدك أن تقدم مساعدة، لأنك أنت بتعطل حتى وصول المساعدات إذا كان في حادث لا سمح الله وفي وفيات ولا في إصابات ونحتاج سيارة الإسعاف إلى أن تصل لهذا المكان. قلة الوعي والفضول الزائد اللي موجود لدى بعض الأشخاص بطريقة توتر حقيقة هذا يمنع سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني من الوصول للموقع والمرور والشرطة من الوصول للموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة والمفيدة. نعم. عموما مستمعين الكرام، كل اللي حابين يتواصلون معنا إذا كنتوا حابين تعرفون شنو نمط شخصيتكم من خلال قيادتكم للسيارة، ما عليكم إلا أنكم تبعثونها لنا عبر رسالة نصية مشتركين الاستيسي 847700 ومشتركين موبايلي 640660 وزين 746262، وبالنسبة للخط المباشر رح يكون على الرقم 7005-7499. رح نأخذ إذا معنا مداخلة من الأستاذ خزاري الصايل. أسعد الله مساك أختي خزاري. سادة خزاري، الله يسعد مساك إن شاء الله، يسعد مساء ضيفك الكريم ومساكي إن شاء الله، شلونك؟ الله يعطيك العافية إن شاء الله. أنا حبيت أستفسر من الدكتور، هو كيف ممكن أنه الواحد يعرف شخصية الإنسان، خصوصا مو في نمط السيارة، خصوصا إحنا النساء يعني لسه علينا سواقة السيارة شوية، لكن أنا أتكلم عن الباركينج. يعني كثير ما نعاني بهذه المسألة، خصوصا لما أكون أروح على مستشفى أو محل يكون الباركينج تبع السيارة يوقف لي يأخذ لي ثلاث باركينج، يأخذني مثلا اثنين، يأخذني واحد ونص، وبيخلي السيارات الكبيرة مثلا تروح على وراء نهاية الشارع. نعم. ايش هذه نمط شخصيه الانسان؟ هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني انه كيف ممكن نحن نتعامل مع الاشخاص اللي بيقطعوا الاشاره، خصوصا انا كثير ما اعاني هذه المساله، انه بيقطع مو يعني هو يبغاني اقطع الاشاره علشان اللي ورايا. نعم. يعني بتشوف يدق علي بوري بخمسه ست مرات علشان يقول لي زحفي شوي علشان انا اروح سيده ولا اروح يسار او يمين. بحيث انه يبغاني اقطع الاشاره، فلما ما اوجه له اي اعتبار يبتدي ينزل من السياره ويبتدي يهاوش، او ممكن يتكلم وهو في سيارته وانا في السياره الثانيه، يبتدي يتكلم او ينزل لي النافذه بحيث انه يسب ويلعن و الى ما انتهى. الشيء الثالث انا حابه اسال بخصوص زوجي. كثير يعني بشكل مو طبيعي إنسان منتظم بشكل مو طبيعي. يعني لما يكون مثلا السير 120 يمشي 100، إيش نمط هذه الشخصية؟ طيب يعني إنسان يعني بشكل بدقة يعني مبالغ يكون منتظم بدقة. أي نعم. شكرا لك. طيب حنجاوبها على الأسئلة. أول شيء السؤال الأول سؤال جيد حقيقة، اللي هي نمط الشخصية اللامبالية. في شخصيات عندها لا مبالاة وعدم اكتراث وما يهتموا بالتفاصيل، عارفة يعني ممكن فعلا في الباركينج مواقف السيارات هذه كثيرة دكتورة، وهذه كثيرة وشائعة، ممكن انه يوقف في موقف يستوعب سيارتين، لكن قد يكون شخصية لا مبالية وعنده
عدم اكتراث بالآخرين. قد يكون عنده درجة من الأنانية بحيث أنه يبغى يوسع على نفسه ويضيق على الآخرين. قد يكون عنده نوع من الاستعجال، الشخصيات العجولة أحيانا والناس اللي تجد عندهم نوع من فرط الحركة وقلة الانتباه، وهذه عادة شائعة في الأطفال، لكن قد تكون أيضا قلة الانتباه يعني مستمرة إلى فترة ما بعد سن الـ 17 و18 اللي هي فترة قيادة السيارات، فيكون شخص ربما تركيزه وانتباهه قليل. قد يكون شخصية قلقة أيضا، الشخصية القلقة أيضا تعاني من قلة التركيز، فممكن يكون وقف السيارة في لحظة عدم تركيز. لكن احنا نهيب بالجميع انه حقيقة يعني يلتزموا سواء في الباركينج او في عملية السير بالالتزام بالقوانين. الشخص اللي بيقطع الاشارة طبعا هذا شخص ربما يكون شخص متهور او شخص غير ملتزم بالانظمة، او يتوقع انه له الحق انه ينعطف يمين او شمال. يعني احيانا في يكون عندنا سوء فهم للقوانين المرور على فكرة، ويساء استخدامها، مما يؤدي الى التلاسن احيانا ما بين اثنين واقفين في مكان معين. صحيح. احد الشخصين بيعتقد انه هو على حق والاخر على باطل، وهذه طبعا يدل على انه الناس يعني فيها شيء من الغليان وشيء من الفوران وشيء من القلق والتوتر. وربما المطب اللي تكلم عنها دكتور خالد يعني لها علاقة بالموضوع، لأنه الناس أساسا مجرد ما أنه سيارة تتأذى من مطب نجد أنه المزاج انقلب على طوله، وبدأ يصبح شخصية متوترة تقود أحيانا بطريقة انفعالية تؤدي إلى كثير من المشاكل. بالنسبة لزوجها كونه انضباطي هذا شيء مرة ممتاز، يعني أنه يعني شخصية انضباطية، وعادة من الشخصيات الانضباطية أفضل من يطبق قوانين السير. نعم، رح نأخذ مشاركة جديدة معنا أبو حمود من الطائف. أبو حمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك أخوي تفضل. حياكم الله بالخير. يا هلا فيك تفضل. حبيت أسأل الدكتور، أنا في أمور أنا إذا سبت الحمد لله يعني أعرف نفسية الناس من نفس السواقة. نعم. من نفسها شخصيا، لا درست علم النفس ولا أعرف الأمور هذه. كيف تعرف؟ يعني تحلل شخصياتهم من كثرة أو من كثر الاحتكاك مع الناس. أعرف الشخص اللي متحزن الحمد لله، يعني أعرف الشخص اللي السواق فيه اضطراب، أعرف أن الاضطراب هذا يمكن في شخصيات في يعني مو حياتي كلها تقريبا. ممتاز، صحيح كلامك صحيح يا أبو حمد. هذا أمور يعني ماسك عصابي، ما أعصب أقول هذا قاصدني، أو في ناس يعني يمكن ماشي قدامك نعم فيلف عليك هو مؤخر عن الحفرة مثلا. أنت تحسن الظن كثيرا يعني. يترافق بسرعة يفكر إنه لاف على قاصد مثلا، فيعصب اللي وراه هذا قاصدني وهذا. نعم. لا هو نفسه مو قاصد يعني. صحيح صدقت. في موضوع ثاني يا دكتور الله يعطيك العافية. نعم. بالنسبة للليموزينات. في أشخاص يعني ما يحترم الليموزين لدرجة إنه يعني الليموزين ماله أساس إنه يمشي بالشارع أصلا. إنه ما له حق يمشي أو يوقف أو ينتظر أو يجي في أول الإشارة قدام. نعم. فيبدأ يتعامل معه بطريقة يعني فوقية بعض الشيء. نعم. يعني ضعيف نفس. نعم. فعلا ضعيف ويعتبر مسكين، يعني لدرجة إنه حقير إذا أنت ما تقدر لمزين. نعم. في إنسان سواء أجنبي ولا غير أجنبي. صدقت. نعم. ما تقدر معك انت غير محترم، ولا تحترم يعني حتى نفسك عشان تحترم الآخرين. بالضبط. وهذا يعكس ثقافة المجتمع. نعم. في موضوع ثاني دكتور، يعني مثلا انت في الخط خطك. نعم. في زحمة مثلا في الشارع وفي شخص طالع مع اليمين يبغى يمشي في السير نفسه. فاذا وقفت قلت له تفضل مثلا، يطلع احيانا ما يقول لك شكرا ولا سلام عليكم. اها. يعني كانك انت وقفت غصبا عليك، او لان مثلا سيارته افخم من سيارتك، او مثلا هو هو يستحق. فالناس زي كذا، طبعا انت وقفت لانك محترم ومتربي. ممتاز. صحيح. جميل. هو غير كذا، فسبحان الله يعني تشوف اشياء تفاجئ منها. طيب. نعم، شكر لك عموما اخوي حمود. نشكر ابو حمود، يعني نعم. لفت الانتباه لعده نقاط جيده يعني جديره بانه نلقي عليها الضوء. يعني الشخصيه المرتابه احيانا قد ترتاب في سلوكيات الاخرين اثناء القياده، زي ما تفضل لو احد امامه مطب او حفره حاول يتحاشاها وسقط على سياره ثانيه. ممكن اذا كان شخصيه مرتابه صاحب اللي تم الاعتداء او السياره سقطت عليه، ممكن ياخذ الموضوع على انه نوع من الاستقصاد او انه مستقصد بهذا الامر.
الاستعلاء على السيارات بأيا كان الموديل أو هذا يعني هذا برضو يعكس ثقافة المجتمع. وإحنا يعني نتمنى أنه الثقافة يكون فيها درجة أعلى من الوعي ويكون فيها درجة عالية من الإنسانية. واستخدام الآداب العامة مهمة جدا في عملية الشكر وعملية الإفساح الطريق، وهذه من الآداب الإسلامية أولا وأخيرا. يعني إذا تقيدنا فيها وأعطينا الطريق حقه. دكتور محمد ساعات حتى سيارة الإسعاف بيشوفونها يعني بالضبط، ما بيعطوها ما بيفسحوا المجال حتى لسيارات الإسعاف أحيانا. وهذا طبعا يعكس أنه إحنا بحاجة إلى وعي كبير جدا من الجهات المختصة، بالذات الإدارة العامة للمرور، في توعية الناس وفي ضبط الناس من خلال العقوبات، لأنه من أمن العقوبة أسال أدب. هذا شيء معروف يعني. نعم، نحاول رد على مسجات مستمعينا بشكل سريع. أبو لجين بيقول أنا إنسان ما أحب الزحمة، فلذلك أبحث عن الطرق البديلة للوصول للمكان المقصود. هل أنا إنسان متردد؟ لا مش متردد، بس أحيانا يعتمد. في ناس اللي بيخافوا من الزحمة قد يكون عنده نوبات هلع ويخاف أنه تجيله نوبة الهلع في المكان المزدحم. لكن طبيعة الإنسان بصفة عامة، يعني أغلب الناس الأسوياء يميلوا على أنهم يفضلوا الأماكن الغير مزدحمة على الأماكن المزدحمة، يعني بالذات إذا كان الشخص غير اجتماعي. الشخصيات الاجتماعية ربما تحب الزحام نوعا ما، تحب تشوف ناس كثير، قد يكون معها يعني قد يكون أمر مثير للاهتمام بالنسبة له أن يكون المكان مزدحم. لكن اللي يميل للانطوائية وعنده شيء من العزلة نوعا ما ربما يفضل الأماكن اللي تكون أقل ازدحام. نعم. أيضا أبو ريناد أستاذ الله مساك يقول دكتور أنا من كثر سرعة السيارات صرت أخاف من السياقة أو من سواقة السيارة. شنو والله ما ينلام، هذا طبيعي الكلام اللي بيقوله، لأنه أحيانا في بعض الناس بتقود وبتسوق السيارات بطريقة فيها نوع من التهور واللي ممكن يؤذي الإنسان ويؤذي في سلامته وفي سلامة الأرواح وسلامة السيارات والمركبات. فأحيانا يكون في قيادات متهورة. إحنا نأمل أنه يكون في أنظمة، يعني النظام ساهر الآن جيد، بدأ يحد كثيرا حقيقة من السرعات المبالغ فيها من بعض القائدية المركبات. لكن إحنا بحاجة إلى أكثر من نظام ساهر، إحنا بحاجة حتى عند الإشارات في الشوارع الصغيرة إلى من ينظم السير بطريقة جيدة، و الناس اللي بيعتدوا على حقوق الآخرين في السير المفروض أنهم يجدوا أيضا عقوبات رادعة. نعم. أيضا أبو سعود من المدينة بيقول أنا إنسان نظامي لدرجة كبيرة، أني داخل الحي أعتمد على الإشارات يمين ويسار، لكن عندما أتنرفز أزيد من السرعة. هذا شخصية نظامية حنقول، هو انضباطية. نعم انضباطية. لكن يعني نأمل منه لما يتنرفز على الأقل يجنب لا يسوق، يعني يتوقف قليلا عن القيادة. نعم. لأنه في ناس لما تعصب ممكن تقود بطريقة متهورة أيضا. نعم. أيضا بيقول صار لي حادث بسيارتي على غفلة وأنا ما أدري، وبعدها صرت أخاف من صوت أي فرامل. أي نعم، هذا ربما يعني يعتبر يعني شبيه بكرب ما بعد الحادث. أحيانا الإنسان لما يتعرض لحادث معين تظل ذكريات هذا الحادث وكل ما يوحي بهذا الحادث، مثلا إن كان صوت أو صورة أو مكان، حتى المكان اللي عمل فيه الحادث يبدأ يتجنب ويميل للتجنب. هذا نسميه كرب ما بعد الحادث، لكن يبدو أنها عنده أعراض خفيفة لا تستوجب حتى العلاج، ربما تزول مع الوقت يعني لو تركها قليل. نعم. طارق الردادي من المدينة يقول أنا ملتزم داخل المدينة، ولكن إذا كنت خارج النطاق العمراني وخصوصا في السفر أستمتع بسرعة وأحس تشعرني بالنشوة. ملاحظة بسيطة، أتمنى منكم عدم الإثقال بالعتاب على كاهلي. يقول لا لا إن شاء الله ما في عتاب ولا شيء، لكن إحنا نتمنى أنه يعني حتى لو حب أنه يسرع خارج المدينة يسرع في إطار السرعة المحددة من قبل اللي موجود على اللوحات الإرشادية من قبل إدارة المرور. يعني هذا الانضباط يعكس مدى وعي أي شعب من الشعوب. إحنا طبعا هذه الحلقة إيش الهدف منها؟ إحنا نبغى نحسن مستوى الوعي لدى الشباب ولدى كل من يقود سيارة، عشان يكون مستوى الوعي عندنا يعكس مستوى حضارتنا ورقينا إن شاء الله. نعم. سلطان العتيبي بيقول أنا باللحظة هذه أنا أقود بسيارتي وأمسك الدركسون بيدي اليسار وأريح على جنبي الأيمن، وفي نفس الوقت يقول أنا سريع بقيادتي. يعني يحاول يتجنب السرعة قدر الإمكان إلا إذا كانت في الحدود الطبيعية. وإذا الإنسان كان لديه أمر يستوجب السرعة حقيقة مهم جدا أنه يكون بكامل حواسه أثناء القيادة. صحيح. بسرعة عالية، لأنه لا سمح الله ممكن في أي لحظة يحدث طارئ من داخل السيارة أو من خارج السيارة. نعم. يؤثر على سير القيادة، فلا بد أن يكون بعالي تركيزه وما ينشغل لا موبايل ولا بسماع إذاعة. صحيح. ولا بسماع أي شيء. نعم. إلا إذا كان في سرعة هادية، لكن لما يكون سرعة عالية لا طبعا. نعم. عندنا أقل من دقيقة. أنا صراحة كنت حاطت لك سؤالين دكتور
حمد، أبي أعرف بالنسبة للأشخاص اللي بيحبون يطعسون في الرمل وكذا، هذا شنو شخصياتهم؟ والله شوفي، هذه إذا كانت تمارس كرياضة وما فيها شيء من الإيذاء للذات، إذا كرياضة لأنه طبعا الشباب عادة عندهم طاقة ويحبوا تفريغها، فهذا أمر طبيعي إذا مورس في مكان ما في إيذاء للنفس وللآخرين. لكن اللي يحب يمارس لا سمح الله مثلا عملية تفحيط أو الشغلات هذه في أحياء أو في أماكن قد يصيب فيها الآخرين، لا طبعا هذا أمر يعتبر ضد القانون وأمر يعاقب عليه هذا الشخص. لكن إذا كان في مكان مناسب وما في إيذاء فإن شاء الله ما يكون في أي. وبالنسبة اللي يحبون سباق الراليات السيارات وكذا، هذول اندفاعية ولا؟ إذا كانت من خلال الأندية ومن خلال أماكن منظمة لهذا الأمر لا، هذه يعني في ناس عندهم شخصياتهم يميلوا للاندفاع، نعم، ويميلوا لحب السرعة وحب فيهم شيء من التهور، لكن الإنسان بصفة عامة عنده طاقة عالية. إذا وجهت من خلال الرياضة وفرغت هذه الطاقة من خلال هذا النوع من الرياضات مثلا، هذا شيء إيجابي، لأنه هذا الشخص إذا ما فرغ طاقته في الرياضة هذه حيفرغها في جوانب سلبية، فمن الأفضل أن تفرغ في الرياضة. نعم، شكرا لك عموما دكتور محمد. شكرا لك وللمستمعين. عموما أشكر دكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي، موضوعنا اليوم اللي كان عن شلون نقدر إحنا نتعرف على أنماط شخصياتنا من خلال قيادتنا للسيارات. أشكر كل اللي تواصلوا معي اليوم بمشاركاتهم سواء عبر الاسمسز أو عبر مداخلاتهم الهاتفية. أيضا أشكر زميلتي الدائمة معي من خلف الكنترول ابتسام عزام، رح يتجدد تواصلي معاكم بمشية الله تعالى غدا في تمام الساعة 11 صباحا مع مواضيع جديدة أتمنى أنها تحوز على إعجابكم ورضاكم من خلال طبابة ألف.